أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في باب العرش والكرسي في بحث هذا اليوم نذكر مجموعه من الروايات الداله على ان الكرسي في قوله واسع كرسيه السماوات والارض يراد به احد معنيين اما بمعنى السلطه والملك يعني سلطه الله سبحانه وتعالى وملكه وسعت كل شيء لا يوجد شيء خارج عن سلطة الله وعن ملك الله فالله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وسلطته أيضا تعم جميع الأشياء لأنه أوجد هذه الأشياء ويدبر أمرها ولا يعقل استمرار تلك الأشياء من دون مشيئة الله سبحانه وتعالى فالايه في سوره البقره تقول وسع كرسيه السماوات والارض. هذا المعنى الاول للكرسي. واما المعنى الثاني للكرسي فهو العلم. علم الله سبحانه وتعالى يعم جميع الاشياء بمعنى ان جميع الاشياء معلومات لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عالم بجميع الموجودات بكل تفاصيلها، وعالم بالنوايا، يعلم السر وأخفى، وعالم بما كان وما يكون وما هو كائن، وعالم بما لم يكن، فعلم الله سبحانه وتعالى ليس له حدود، هناك تفصيل في علم الله سبحانه وتعالى سياتي ان شاء الله الاشاره اليه لكن المقصود انه في هذه الاحاديث هناك دلاله على ان المعنى الثاني للكرسي هو العلم وعلم الله سبحانه وتعالى وسع السماوات والارض فمصداق من مصاديق الكرسي السلطه والملك فهو يسع كل الأشياء والمصداق الآخر من مصاديق الكرسي هو علم الله سبحانه وتعالى وهو يسع كل الأشياء هنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس يذكر روايات متعددة تدل على هذا المضمون الذي ذكرناه للكرسي معنيان العلم ثم القدره وال... ثم السلطه والملك وعلمه وسلطته وملكه وسعت كل الوجود باسره بعد ذلك ننتقل الى الحديث السابع هذا الحديث السابع في تفسير قوله تعالى في سوره هود وكان عرشه على الماء أحد الرواة وهو داود ابن كثير الرقي يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية وكان عرشه على الماء لماذا هذا السؤال؟ لأنه في تلك الأزمنة كثرت المجسمه وكثرت الروايات المكذوبه التي افتريت على رسول الله صلى الله عليه واله وكما ذكرنا كعب الاحبار جلس في مسجد الرسول يفسر القران بالتوراه والانجيل فادخل الخرافات التي في التوراه ادخلها ونشرها بين المسلمين ثم بعض الوضاع الكذبه هؤلاء نسبوا تلك المطالب الى الرسول صلى الله عليه واله فشاعت بين الناس وكان وراء اشاعتها الحكام الجائرين من بني امية وبني العباس لان هؤلاء كانوا يريدون تحكيم قواعد سلطتهم فاي شيء كان يناسب سلطتهم كانوا ينشرونه واي عالم استعد لبيع دينه ولو كان يحمل العقائد الباطله قربوه وسمحوا له بان ينشر علومه الباطله التي هي ليست بعلوم بل هي جهل في صوره علم فانتشرت هذه الامور بين الناس بهذه الطريقه التي ذكرناها والائمه عليهم الصلاه والسلام جعلهم الله سبحانه وتعالى رحمة لهذه الامة بل للعالم اجمع كجدهم الذي ارسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. هؤلاء الائمة عليهم الصلاة والسلام بينوا الحقائق ولم يدعوا الحقيقة الصحيحة المستقاة من معين صافية من رسول الله صلى الله عليه واله تضيع في هذا الكم الهائل من الاحاديث الموضوعة وهذا التخطيط السيء الخبيث من حكام الجور لنشر هذه الخرافات بين الناس ألا إما وقفوا أمام هذا الكم الهائل من الروايات الموضوعة فبينوا الحقائق فلذلك الحجة تمت على الناس يعني الدين الصحيح وصل إلى يومنا هذا لا عذر لأحد في يوم القيامة أن يقول لله سبحانه وتعالى لم يصل الحق إلينا يقال قد وصل الحق حتى إذا أتباع الحق قليلون لكن بالنتيجة الحق وصل زين إذا الحقيقة تضيع لا تبقى هذا الإنسان يقدر يعتذر يقول يا رب لم تصل الحقيقة ولم يكن هناك طريق للوصول إلى تلك الحقيقة لكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام بجهادهم وجهودهم أوصلوا الحقيقة إلى يومنا هذا الحقيقة موجودة ولو اتباع هذه الحقيقه قليلون اكثرهم للحق كارهون اكثر الناس للحق كارهون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الان اكثر الناس كفار والمسلمون اقليه المسلمون مليار ونصف مليار اذا احسن الاحصاءات المسلمون مليار ملياران زين نفوس الكره الارضيه سبعه مليارات فالمسلمون اقليه. وهؤلاء المسلمون فرق مختلفه. واتباع الائمه عليهم الصلاه والسلام هم الاقليه في ضمن هذه الفرق الكثيره. ولكن مع ذلك الحق وصل، سأكثر اكثر الناس ما قبلوه، هذه مشكلتهم وهم سيجازون على عدم اتباعهم للحق. فعلى كل حال نرجع الى الايه وكان عرشه على الماء. ماذا كانت تزعم العامة في ذلك الوقت وكثير من العامة في هذا الزمان أيضاً؟ كانوا يزعمون أن الله سبحانه وتعالى جعل العرش فوق الماء يعني خلق ماءً وجعل العرش فوق الماء ثم هو جلس على ذلك العرش بالجلوس الحقيقي هكذا كانوا يزعمون الامام عليه الصلاه والسلام اولا يفند هذه الدعوه هذا كلام باطل عقلا ونقلا وقد مر في الحديث الاول والثاني الاشاره التفصيليه الى ذلك بان الله سبحانه وتعالى يستحيل ان يكون محمولا لانه صفه نقص حاجه تغير يستلزم ان يكون هناك شيء اقوى من الله سبحانه وتعالى والامام هنا يبين هذه الوجوه بشكل مختصر اولا من زعم ان الله جالس فوق العرش بالجلوس الحقيقي ويستدل بآية متشابهة في هذا المضمار فقد جعل الله محمولا وقد مر ذكره في الحديث الثاني ان المحمول صفة نقص ولازمه التأثر بالغير وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى هذا اولا ثانيا الذي يعتبر الله سبحانه وتعالى محمولا هذا وصف الله سبحانه وتعالى بصفه من صفات المخلوقين اي الفوقيه الحقيقيه التي هي صفه الاجسام الفوقيه بالمعنى الحقيقي المكاني مثلا هذه اليد فوق هذه اليد يعني مكانها فوق هذه هذه الفوقيه المكانيه صفة من صفات المخلوقين والله سبحانه وتعالى ليس جسما لكي يكون فوقيته فوقية مكانية الله اذا قلت انه جالس على العرش بالجلوس المكاني الجلوس الحقيقي فهذه فوقية مكانية يعني العرش يكون تحت مكانا وحسب هذا الزعم يكون الله فوق مكانا. وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى لأنه يستلزم إحاطة المكان بالخالق، إحاطة العرش بالخالق والعرش مخلوق. لأن الله خالق كل شيء منه العرش. بل فوقية الله سبحانه وتعالى بالرتبة والمنزلة، لأن الله خالق ونحن مخلوقون. الله ليس بجسم ونحن أجسام. الله الكمال المطلق ونحن الحاجة والفقر المطلق. فإذا فوقية الله سبحانه وتعالى بالرتبة والمنزلة يخافون ربهم من فوقهم ليس الفوقية المكانية وإنما الفوقية في الرتبة هذا ثانيا والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وثالثا إذا قلتم بأن الله جالس جلوسا حقيقيا مكانيا على العرش هذا يستلزم أن يكون العرش أقوى لانه احنا في الماديات عندنا هذا القانون اذا وضعت شيء على شيء. الشيء الموضوع عليه الحامل لازم يتحمل وزن المحمول. لازم يكون من القوة بحيث انه يتمكن من حمل ذلك الوزن. فاذا كان ذلك الوزن اكبر من قدرة استيعاب هذا المحمول هذا المحمول ينهار. هذا الحامل ينهار عفوا الحامل ينهار. أو ينحني أنت جئ مثلاً جدار ضع عليه حديدة إذا هذا الجدار أقوى من الحديدة يتحملها كيلو كيلوين ثلاث كيلوات أربع كيلوات إذا وضعت على هذا الجدار أكثر مما يتحمل ينهار. شايفين بعض الأحيان بعض البنايات السكنية في بعض الدول تنهار لماذا؟ لأن الأعمدة ليست أقوى من البناء. البناء اقوى من الاعمده فلذلك تنهار. اذا قلتم بان الله جالس جلوسا مكانيا على العرش والعرش لا ينهار فمعنى ذلك ان العرش يكون اقوى من الله سبحانه وتعالى وهذا مستحيل. هذه ثلاث ادله الامام عليه الصلاه والسلام بشكل مختصر يبينها لتفنيد هذا الزعم الذين يزعمون بان الله سبحانه وتعالى جالس على العرش جلوسا مكانيا ويستدلون بايه متشابهه الرحمن على العرش استوى وقد ذكرنا ان هذه الايه ليست بمعنى الجلوس على المكان وانما بمعنى السيطره على العرش وعلى الملك وعلى السماوات والارض. زين فبعد ان يبين الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بطلان زعم هؤلاء ياتي ويفسر هذه الايه وكان عرشه على الماء عن داود الرقي قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء فقال ما يقولون هؤلاء المجسمه قلت يقولون ان العرش كان على الماء والرب فوقه فقال كذبوا من زعم هذا فقد صير الله محمولا هذا الوجه الأول ووصفه بصفة المخلوق هذا الوجه الثاني ليس كمثله شيء ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه هذا الوجه الثالث الإمام بشكل مختصر بيّن هذه الوجوه الثلاثة وقد وضحناها زين داود بن كثير الرقي يقول للإمام فقلت بين لي جعلته فداك شنو معنى الآية الإمام يبين معنى الآية هذا من مختلف الروايات هم هذا يستفاد أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء أول ما خلق من الماديات طبعا من ال روحانيات الله سبحانه وتعالى خلق نورا من عظمته هذا قبل خلق الماء وخلق من ذلك النور ارواح الرسول صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام فهذه اول خلق في الروحانيات لكن الكلام في الماديات اول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى من الماديات هو الماء وكان عرشه على الماء يعني سلطة الله سبحانه وتعالى وملكه وسيطرته وحتى هذا العرش المادي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هذا كان على الماء بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أفاض العلم لهذا الماء. باي معنى افاض العلم لهذا الماء؟ اما بمعنى ان خلق هذا الماء بكيفيه جعله قابلا لتحمل العلم. يعني الله سبحانه وتعالى بعد ان خلق الماء قدر القابليه لذلك الماء لكي يحمل العلم، لماذا؟ لان الله من ذلك الماء خلق كل الخلق ومنهم الناس ومنهم الجن فالمادة الأساسية لأبدانهم بل لأرواح هؤلاء المخلوقات باستثناء أرواح الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها التي خلقت من نور عظمة الله سبحانه وتعالى بقية المخلوقات إضافة إلى أجسامهم أرواحهم أيضا خلقت من ذلك الماء وأجسام الأئمة والنبي والأنبياء أيضا خلق من ذلك الماء لأن ذلك الماء الله سبحانه وتعالى حوله إلى السماوات والأرض وقسم من عليين وخلق أبدانهم من عليين وهذا تفصيله مذكور في روايات باب عالم الذر في هذه الرواية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يشير إلى جانب من جوانبه ونحن بشكل مختصر نشير اليه عسى ولعل اذا وصلنا الى بحث عالم الذر نتطرق مفصلا الى بحث عالم الذر فالامام يقول الله سبحانه وتعالى خلق الماء وعرشه على الماء يعني سلطته وملكه بل هذا العرش المادي كان على الماء وحمل هذا الماء العلم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في عالم الذر وانطقهم يعني جعل فيهم قابليه النطق وجعل فيهم عقلا لكي يتمكنوا من فهم السؤال ويتمكنوا من الاجابه. خلق الخلق وجعلهم امامه طبعا هذا امامه يعني تحت قدرته ليس الامام المكاني لان الله سبحانه وتعالى ليس له مكان حتى يكون امام او خلف أو فوق أو تحت أو يمين أو يسار. الله محيط بعلمه وقدرته بكل الأمكنة. فخاطب الخلق في عالم الذر. قال من ربكم؟ هنا أول من نطق الرسول صلى الله عليه واله وأمير المؤمنين. والائمه عليهم الصلاه والسلام، هؤلاء اول من نطقوا فقالوا انت ربنا. وفي حديث سياتي احد قريش يسال الرسول صلى الله عليه واله انت اخر الانبياء، فكيف صرت افضل الانبياء؟ الرسول صلى الله عليه واله يجيب يقول باني صحيح اخر الانبياء زمانا، لكن في ذلك العالم اول من اجاب دعوه الله سبحانه وتعالى واجاب على سؤاله الست بربكم اول من قال بلى انت ربنا كان الرسول صلى الله عليه واله ولذلك فضله الله سبحانه وتعالى ومن الازل الله كان يعلم بان الرسول هو اول من سينطق بالشهاده في عالم الذر ولذلك اصطفاه ولذلك خلقه من نور عظمته. اذا اول من نطق الرسول وامير المؤمنين والائمه عليهم الصلاه والسلام فقالوا انت ربنا. هؤلاء صارت لهم وكانت لهم القابليه في تحمل العلم فلذلك الله سبحانه وتعالى حملهم العلم ومن ضمن العلم الدين. حملهم ذلك فحملوا العلم والدين والله سبحانه وتعالى قال للملائكة هؤلاء حمل الدين وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون يعني الناس لازم يسألوهم في علومهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما في سورة النحل زين بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وجه لجميع بني آدم ألست بربكم؟ قالوا بلى أخذ من جميع بني آدم الإقرار بالولاية والطاعة للرسول وللأئمة عليهم الصلاة والسلام فالجميع أقروا لله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام بالولايه والطاعه. والجمع بين الروايات يقتضي ان بعض الناس هناك ولو اقروا في البدايه لكن بعد ذلك نكثوا العهد وتراجعوا عن اقرارهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى في عالم الذر ميز المؤمنين عن غير المؤمنين لان المؤمنين باختيارهم أقروا بالولاية والطاعة للرسول وللأئمة وثبتوا على ذلك، لكن البعض في البداية أقروا وبعد ذلك تراجعوا. مختصر عالم الذر هو هذا الذي ذكرته الآن بشكل مختصر، وإلا القضية مفصلة وهناك أكثر من مائتي رواية حول عالم الذر. في تفسير البرهان يروي منها 29 رواية في البحارة هناك عشرات الروايات الأخرى مجموع هذه الروايات تبلغ مئتي رواية وهي فوق حد التواتر نعم هناك أثيرت شبهة لذا البعض تردد أو أنكر على الذر لكن الإشكالات هي أشبه بالشبهات وقد أجبنا عن تلك الإشكالات والشبهات في شرح أصول الكافي الجزء السادس أتصور أو الخامس على كل حال فهي شبهات مدفوعة معارضة للروايات المتواترة هناك آية في القرآن الكريم هذه الآية لها ظاهر ولها باطن ظاهرها في الفطرة وباطنها في عالم الذر والإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يستدل بتلك الآية أول إحنا نقرأ كلام الإمام عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك نبين تفسير وتأويل الآية. قلت بين لي جعلت فداك. معنى وكان عرشه على الماء. فقال إن الله حمل دينه وعلمه الماء. لأن أول شيء من الماديات خلقه الله الماء. وهذا الماء جعل فيه القابلية لتحمل ذلك العلم ولذلك الدين. ولذا حينما خلق منه أبدان الأئمة، خلق منه أرواح وأبدان الناس. كانت لهم القابلية في قبول ذلك العلم، لأن مادتهم الأساسية اللي هي الماء، كان فيها القابلية. حمل دينه وعلمه الماء. قبل ان يكون ارض او سماء او جن او انس او شمس او قمر. لانه اول ما خلق الله من الماديات كان الماء. فلما اراد الله ان يخلق الخلق نثرهم بين يديه. اللي في الروايات الاخرى الله سبحانه وتعالى بعد ان خلق ادم اخرج كل ذريته من صلبه. وهناك من بعض الروايات يستفاد ان هناك مرحله من مراحل عالم الذر كانت قبل خلق ادم على نبينا وعليه وعليه الصلاه والسلام، لان عالم الذر فيه ايضا مراحل مختلفه. نثرهم بين يديه يعني بقدرته جعلهم مثلا في ارض او في اي مكان اخر. فقال لهم من ربكم؟ سؤال خلق جميع الجن والانس لأن هذه الرواية فلما أراد الله أن يخلق الخلق هذا يشمل الجن أيضا ولو غالب الروايات لم تذكر الجن ذكرت الإنس لكن ال الذي يبدو أنه الإنس في مرحلة إخراجهم من صلب آدم أما في مرحلة ما قبل هذه المرحلة فكان الجن أيضا موجودون حسب ظاهر هذه الرواية أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه واله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة صلوات الله عليهم، هؤلاء أول من نطقوا وهذه الأولية هي سبب تفضيلهم والله سبحانه وتعالى من الأزل كان يعلم بهذه الأولية ولذلك اصطفاهم وخلقهم من نور عظمته فقالوا انت ربنا فحملهم العلم والدين ثم قال للملائكه يعني العلم والدين الذي هو جزء من العلم انما ذكر لاهميته ولخصوصيته ثم قال للملائكه هؤلاء حمله ديني وعلمي وامنائي في خلقي وهم المسؤولون حمله الدين الرسول والائمه حملت العلم هم امناء الله في الخلق، الله سبحانه وتعالى امن امنهم على دينه وعلى تقديراته ايضا. وهم المسؤولون، يعني يجب على بقيه الناس ان يسالوهم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ثم قال لبني ادم في مرحله ثانيه. لعلها هي المرحله الاخرى من عالم الذر، مو في تلك المرحله التي اجاب الرسول والائمه. مرحلة أخرى بعد أن أخرجهم من صلب آدم ثم قال لبني آدم أقروا لله بالربوبية وله... ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة أقروا لله بالربوبية ألست بربكم ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة أن تحبونهم توالونهم وأن تطيعونهم تتبعونهم إذا أمروكم تتبعون أمرهم إذا نهوكم تنتهون عن نهيهم فقالوا نعم ربنا أقررنا ذكرنا مقتضى الجمع بين الروايات أن الجميع أقر لله بالربوبية فجعل هذا الإقرار في فترتهم وأما الإقرار بالولاية والطاعة للرسول والأئمة فأقر في البداية به الجميع ثم نكث البعض وثبت البعض الآخر فقالوا نعم ربنا أقررنا فقال الله للملائكة اشهدوا فقالت الملائكة شهدنا على أن لا يقولوا غدا إن الإمام هنا يتلو الآية إنا كنا عن هذا غافلين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا لماذا الله سبحانه وتعالى جعل فيهم الفطرة حسب تفسير الآية وكان ذلك في عالم الذر حسب تأويل الآية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين كل إنسان بفطرته يعرف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يقدر يقول أنا ما كنت أدري أو يقول أنا تربيت في مجتمع هذا المجتمع كان مشرك والابناء على دين ابائهم هذا امر طبيعي، الله يقول له كانت لك فطره. وهذه الفطره كانت تبين لك بطلان طريقه ابائك. فلماذا اتبعت الاباء في باطلهم؟ الحجه تامه عليك ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا يعني عن التوحيد غافلين. او تقولوا في مقام الاعتذار انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يعني الاباء الذين جاؤوا بالباطل، الجواب انت كانت لك فطره، كان لك عقل، لماذا تركت فطرتك؟ تركت عقلك واتبعت ابائك الضالين. تفسيرها وتاويلها في عالم الذر، ان الله سبحانه وتعالى في عالم الذر ركب هذه الفطره في بني البشر إذن وكان عرشه على الماء ليس بمعنى جلوس الله مكانيا على ذلك العرش وإنما ملك الله وسلطته كانت على الماء في البداية ثم بعد ذلك خلق الخلق وعرفهم وأخذ منهم الإقرار هذا تمام الكلام في باب العرش والكرسي وبهذا ينتهي هذا الباب الى بحث قادم باذن الله سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين <applause>